السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك في الامارات. اخر سوبر اتلعب في الامارات كان ما بين الاهلي والزمالك كان في 2017، وقدر يفوز الزمالك ساعتها واحد، قدر يفوز بضربات الجزاء ساعتها، ما قدرش يفوز بالنتيجه في المباراه. مباراه بتاعت يوم الخميس او بتاعت بكره دي هتبقى مباراه مهمه جدا جدا جدا، مهمه معنويا وفنيا وتكتيكيا، مهمه في كل حاجه، مهمه الفايلر عشان نشوفه ونختبره، ومهمه الكارترون عشان برضه نشوفه ونختبره. كارترون لعب مباراه كبيره ضد الترجي، ونشوف الاهلي لحد دلوقتي لسه ما لعبش مباراه كبيره. اخر مباراه لعبها كبيره كانت في 2000، كانت في بدايه الموسم ده، كانت في السوبر المصري ايضا لك في بر العرب. مباراه فيها كلام كتير، في شويه نقط ضعف هنا، شويه نقط ضعف هنا، في مميزات هنا وفي مميزات هنا، هنتكلم على كل حاجه على مباراه السوبر وكل التفاصيل. فقبل ما نخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول ما تنزل، ويلا بينا نخش الحلقه. خلينا بالبدايه نتكلم على شكل الفريقين، الفريقين المتوقع من شكل الفريقين ان الفريقين هينزلوا يلعبوا نفس الشكل اللي لعبوا بيه في الماتشات اللي فاتت، ان مثلا الاهلي فايلر هيبدا بالمباراه ضاغط على الزمالك وضاغط نص ملعبه، بيحاول يلعب دفاع متقدم وبيضغط على نص ملعب الزمالك، عكس الناحيه الثانيه الزمالك هتلاقيها واقفه نوعا ما في نص ملعبها، بتلعب دفاع كومباكت، بتقفل المساحات وبتحاول تلعب على هجمه مرتده، ده شكل الفريق اللي لعبوا فيه. في شويه نقط ضعف هنا وشويه نقط ضعف هنا لازم نتكلم عليها. خلينا نبتدي في نقط ضعف الاهلي. الاهلي نقط ضعف بتاعته واضحه وصريحه، النقطه الاولى وهي نقطه الباك الشمال، هو علي معلول. النقطه الاولى اللي ورا علي معلول، المساحه اللي بتبقى في ظهره بتبقى مساحه كبيره جدا، ممكن يقدر يستغلها، ونجم لو لعب، زيزو لو لعب، بن شرقي لو لعب، اي حد لو لعب يقدر يستغل المساحه اللي ورا علي معلول، بتبقى مساحه كبيره، مساحه لازم يتغطى عليها من المدافعين اللي بيلعب ورا علي معلول، سواء ايمن اشرف او محمود متولي او ياسر ابراهيم او حتى رامي ربيعه، اي حد هيلعب ورا علي معلول لازم يقفل المساحه اللي هتبقى ورا علي معلول عشان هتبقى مساحه كبيره جدا. الحاجه الثانيه اللي لازم نتكلم عليها وهي نص الملعب بتاع الاهلي. نص الملعب بتاع الاهلي الحاجه الواضحه وصريحه ان مفيش لاعب نمره 6 واقف ثابت في نص الملعب، مفيش اللاعب ده. علي ديانج وعمرو السوليه الاثنين بيزيدوا في الضغط العالي اللي بيطبقه فالر وبيطبقه الاهلي، الاثنين بيزيدوا، مفيش حد بيبقى ثابت ورا، وده هيشكل صعوبه ان يبقى في نص الملعب الاهلي في مساحه كبيره. شفناها كذا مره، شفناها في ماتش الهلال، شفناها في ماتش الاهلي في النجم الساحلي، شفناها في ماتش بلاتينيوم هناك في زيمبابوي، شفنا كذا لقطه في مباريات الاهلي الكتيره بره الدوري المصري ان لما بيبقى فيه الاثنين بتوع نص الملعب عمرو السوليه وعلي ديانج بيشاركوا في الضغط العالي اللي بيقدمه الاهلي، بتلاقي الاهلي نص الملعب بتاعه فيه مساحات كبيره. والحاجه الثالثه والواضحه وصريحه هو اليو ديانج. مش بقول اليو ديانج سيء ولا حاجه، بس اليو ديانج لما بتضغط عليه بيحصل ميس باس وبيحصل كعبله وبيفقد الكوره بكل سهوله، شفناها في كذا مره في ماتش النجم، شفناها في كذا مره في ماتش الهلال، لاي لاعب بيضغط على اليو ديانج ضغط شرس بيستخلص منه الكوره بكل سهوله. دي لازم يطبق، لازم يشوف حل ليها فايلر، يا اما يخلي الي ديانج يبص الكوره بسرعه ويسلم واستلم على طول، يا اما يخلي الي ديانج ما يستناش بالكوره كتير في ارضه، يعني لازم اول الكوره ما تجيله يطلع، اول الكوره تجيله يطلع على طول. دي لازم يشتغل عليها فايلر الفتره اللي جايه قبل ماتش السوبر. الحاجه الثالثه ولازم فايلر برضه يشتغل عليها هي الوينجات بتاعت الاهلي. وينجات الاهلي لازم يبدا بوينجات صح. انت عندك رمضان صبحي مش هيلعب ناحيه الباقي اللي هي بقى الوينج الشمال اللي هو بيلعب فيها دلوقتي جونيور اوليه، لازم ماتش بكره يبدا كهربا، لازم كهربا المباراه دي، المباراه دي محتاجه كهربا جدا جدا جدا، لازم المباراه دي يلعب فيها كهربا مش جونيور اوليه، لان جونيور اوليه في الناحيه دي مش بيبقى كويس، جونيور اوليه يا اما تلعب بمهاجم يا اما اللاعب يبقى تحت المهاجم، ودي اللي هنشوفها تقريبا من فالر، ان هي لاعب اوليه مهاجم، لانه في كذا مباراه ومباراه كبيره بيلعب اوليه مهاجم. والجمله المعروفه او في كذا جمله الاهلي بيحاول يطبقها الفتره الاخيره او بيعتمد عليها الفتره الاخيره. النقطه الاولى وهي النقطه اللي بتلعب ورا المدافعين، الكوره واللعب كله بيبقى موجود في ناحيه وبيتحول الناحيه الثانيه بسرعه جدا، والناحيه الثانيه دي بتبقى مثلا عند حسين الشحات، ان الجبهه او اللعب كله بيبقى موجود ناحيه الشمال ناحيه علي معلول، يفضل لعب هناك ومره واحده كوره طويله بتتلعب بعرض الملعب ورا المدافعين ولحسين الشحات. وده خلينا نتنقل للزمالك. الزمالك نقط ضعف برضه، في كذا نقطه ضعف لازم يشتغل عليها الزمالك. اول نقطه وهي نقطه الباك رايت. حازم امام الاهلي عنده نقطه الباك ليفت، الزمالك عنده نقطه الباك رايت. حازم امام لازم
في ماتش الترجي زي ما حصل في ماتش الترجي بالظبط يحصل مع الاهلي. اول حاجه لازم الوينج اللي بيلعب قصاده يرجع يدافع معاه، هو اللي ان شاء الله يبقى زيزو. زيزو يرجع يدافع معاه ويرجع يقفل معاه المساحه دي كلها. شفناها كتير جدا في ماتش اللي فات ماتش الترجي، ان كتير جدا كنا بنشوف زيزو مع رياض شتي اللي هو باك ليفت بتاع الترجي، كان زيزو بيبقى بيرجع يدافع معاه ورا حازم امام. فلو الوينج بقى يدافع مع حازم امام كويس جدا كده تبقى كويس. ولو لقينا ان الاهلي قدر يستغل المساحه اللي ورا حازم امام، لازم السيرت باك او اللاعب السنتر باك اللي وراه يقفل على المساحه اللي ورا حازم امام. حازم امام المساحه اللي وراه تبقى مساحه كبيره جدا. الاهلي لو لعب جونيور اجيه او لعب علي معلول او لعب بكهرباء هتبقى المساحه دي شرسه جدا، هتبقى المساحه دي كبيره جدا وهتضر الزمالك بضرر كبير جدا. الحاجه الثانيه وهي معروفه برده وهي ان الضغط العالي على الزمالك، لما فريق بشكل ضغط عالي على نص ملعب ودفاع الزمالك بتلاقي ان الزمالك في مشكله كبيره. بتلاقي ان الزمالك لما بتلاقي ضغط عليه من لعيبه الفريق الخصم على لعيبه نص الملعب اللي هم فيرجينيا سيسو وطارق حامد وحتى المدافعين الكوره بتقطع منهم بسهوله، يعني انت اول ما بتلاقي ضغط 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 الكوره بتفقد بسهوله وتلاقي مس باص كتير وتلاقي هرجله وتلاقي تصرف. ده بيبقى نقطه ضعف ظاهره وواضحه جدا ان الزمالك الضغط اللي بيشكله الفريق الخصم عليه بيخليه يفقد الكوره بكل سهوله. الحاجه الثانيه بقى وهي النص الملعب لما بيطلع كوره ببطء، دي برده بيشكل ضغط على الزمالك، ان انت طول ما انت الكوره في رجليك هتلاقي ضغط من لعيبه الاهلي. كل ما تلاقي كوره في رجليك هتلاقي ضغط من لعيبه الاهلي. فرجاني سيسي وطارق حامد لازم يطلعوا الكوره من رجليهم بسرعه شويه، لازم الكوره تطلع من رجليهم بسرعه، لازم اول ما الكوره تجيله يشوط باص 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 باص، لازم الحته دي، لازم الحته دي يعملها الزمالك. والحاجه الثالثه بقى واللي لازم الزمالك يشتغل عليها وهي ما ينجرفش انه يندفع قدام الاهلي، ان اول ما لقى الاهلي فتح خطوطه ما لقيش بقى ضغط من لعيبه الزمالك ولعيبه الزمالك ابتدت تفتح خطوطها، لا هتزعل قدام الاهلي. ولا انك تدافع قوي، انت مثلا ما تدافعش وتخلي لعيبتك واقفه في نص ملعبها واقفه قدام منطقه جزاء ولا جوه منطقه جزاء، انت كده بتشكل ضغط على لعيبه الزمالك اكتر. لا المفروض ان انت تلاقي اللي انت عايز تلعب دفاع كومباكت تلعب من بعد نص الملعب بشويه، ما ترجعش لورا قوي عشان لعيبتك الهجوم لازم يبقى لها حلول. انت لما بتبقى بعد نص الملعب شويه تلاقي حلول بقى عند اشرف بن شرقي، تلاقي حلول عند مصطفى محمد، لان انت لو خليت لعيبه الزمالك بعيده عن منطقه جزاء الاهلي واقفه قدام منطقه جزاء هي او جوه منطقه جزاء هي مش هتلاقي حلول. انت تخلي كده بن شرقي يقطع مسافه كبيره جدا مش هتلاقي حلول توصلها لمصطفى محمد، هتلاقي حتى زيزو هو اللاعب بتاعك اللي نوعا ما ممكن يستفيد منه من الناحيه الهجوميه وال السرعه بتاعته انه يلعب على الهجمه المرتده بسرعه. دي الحاجه اللي لازم يشتغل عليها الزمالك. وكمان الزمالك مفيش جمله محدده بيشتغل عليها، مفيش جمله محدده بيشتغل عليها، لازم الجمله المحدده اللي بيشتغل عليها ضد الاهلي وهي العرضيات. الاهلي في العرضيات مش كويس. والحاجه الثانيه لازم يعملها برده هو الضغط، يضغط على مدافعين الاهلي. مدافعين الاهلي لما بنشوفهم بيضغط عليهم بيفقدوا الكوره وبتلاقي توتر كبير جدا. شفناها ضد النجم في اول مباراه هنا في مصر، شفناها ضد النجم هناك في تونس، شفناها ضد الهلال في تونس في السودان، شفناها حتى ضد بلاتينيوم في زيمبابوي، شفناها في كذا مباراه ان لما الخصم بيضغط على دفاع الاهلي بتلاقي مشكله كبيره جدا في دفاع الاهلي. مباراه هتبقى كبيره جدا، مباراه هتبقى صعبه جدا على الفريقين، مباراه هيبقى فيها كلام كتير جدا سواء للاهلي او للزمالك، مباراه صعب جدا 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 تتوقع فيها. مباراه بتمنى ان احنا نلاقي الجمهور شكل كويس، شكل حضاري، شكل ليه مستوى مصر. مباراه حلوه ان شاء الله تبقى مباراه حلوه، ان شاء الله تبقى مباراه تليق بمصر وتليق باسم مصر. بتمنى ان احنا نشوف مباراه كويسه. انا كمصطفى مش قادر اتوقع مين يكسب المباراه، انا مش عارف مين يقدر يكسب المباراه. المباراه بصراحه بعد فوز الزمالك بالسوبر الافريقي خلى المستوى بتاعه يعلى، خلى بعد ما كان كل الناس بتقول قبل السوبر المصري ان الاهلي هو اللي يقدر يتفوق، هو اللي يقدر يكسب المباراه، بعد فوز الاهلي فوز الزمالك بالسوبر الافريقي خلى الزمالك يعلى بالنسبه بتاعته. بعد ما كان مثلا النسبه 70 30 خلت النسبه 50 50 وكل فريق وارد انه يكسب. ده رايي في المباراه. سندت لكم نقطه ضعف هنا، نقطه ضعف هنا، نقطه قوه هنا، نقطه قوه هنا، اتكلمنا في كل حاجه المباراه. قول لي انت بقى رايك في الكومنتس مين يقدر يكسب المباراه، وقول لي كمان مش قول لك توقعك في المباراه، قول لي مين يقدر يتفوق على الثاني في ارض الملعب ومين يقدر يتفوق فنيا وتكتيكيا في مباراه بكره. قول لي توقعك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك تنسى تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. انت ما تنسيش الفيديو دي هتلاقيه في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، نشوفكم الحلقه الجايه. سلام.